اه اتاخرت فعلا وكنت بدور على العنوان والظاهر رحت مكان غلط. يعني مش انت اللي قتلت بوسينا؟ يا عم في ايه؟ انا عايز افهم اللي بيحصل بالظبط. بيحصل فيه؟ سامي ما تستهبلش، انا مش غبي وانت عارف. طب فهمني عشان ما ابقاش انا اللي غبي. ايه ده؟ حصل ايه يا قصر؟ في واحد هيقتلك يا علي. يقتل مين؟ انت بتقول ايه؟ هو كمان بياخد اوامر وما يقدرش يخالفها، في خلال 24 ساعه بالظبط من دلوقتي لو ما قدرتش توقفه هيقتلك يا علي. هو مين ده؟ علي فيه. كويس انك انت جيت علي، شايل لي اوامر مقتوله وفي بلاغ بتقدم ضدي وبتعمل بقى كده. المشوار الطويل اللي قطعناه مع بعض يا علي، المشوار اللي ابتدى من شقة المقطم واللي وصلك للي انت فيه النهاردة، انت اللي ممكن تكتب نهايته بالطريقة اللي تعجبك. وكل اللي انت محتاجه اقل من كدبة صغير، كل اللي انت محتاجه انك بس ما تقولش الحقيقة. اختار يا علي، اختار الحقيقة اللي محدش يعرفها غيري انا وانت. لو قلتها هتطلع ياسين بدوي براءة. صباح الخير. انت هتروح لبابي النهارده يا علي؟ لا. طب انا عايزه اروح. حاضر، هكلم اسراء تعمل لك اذن زياره وممكن تروحي لي بكره ان شاء الله. علي انا عايزه اسالك سؤال. خير؟ هو اللي حصل لبابي ده ليه علاقه بالمكالمات اللي بتجيلك؟ مش عارف. طب انت عملت ايه في الموضوع ده؟ انت يعني متخيله ان انا فاضي اركز في حاجه زي كده دلوقتي؟ هو الراجل ده كلمك تاني؟ لا، ساعتها ما اتكلمش. انت بتقول كده عشان تطمني صح؟ طب وانت قلقانه من ايه؟ قلقانه من ايه؟ ده سؤال تسالهولي؟ واحده اتقتلت وبوبي متهم بقتلها ظلم، وانت واحد بيكلمك في التليفون وبيهددك، المفروض يحصل لي اكتر من كده عشان ابقى قلقانه؟ ده انا كويس قوي ان انا ماشيه على رجلي. بص يا تينا، عشان نقدر نواجه المشاكل دي كلها لازم نركز في حاجة حاجة، نحل المشكلة اللي نقدر عليها دلوقتي وبعد كده ربنا يسهل في اللي بعدها. بس أنا مش شايفك بتعمل حاجة أصلاً يعني. ليه إن شاء الله؟ ما أنا شغالة في قضية الأستاذ ياسين وإن شاء الله تعدي على خير. ولو يعني اللي بيكلمني في التليفون ده له علاقة بيها يبقى هيتجابها هيتجاب. يعني له علاقة بيها؟ أنا بقول لو. طيب أنت عملت إيه في موضوع بابي؟ يعني موقف بابي إيه من القضية؟ استني ثانية واحدة. ايوه يا اسراء، انا عايزك تكلمي النقيب مرتضى يعمل اذن زياره لدينا عشان تزور الاستاذ بكره. انا احتمال ما اجيش المكتب النهارده عشان لازم افضي المكتب بتاعي. والورق ده ما يستناش يعني؟ خلاص، عدي عليا في المكتب بتاعي في اي وقت النهارده. يلا سلام. خلاص يا ستي، اسراء هتطلع لك اذن الزياره وتقدري تروحي بكره الباوك ان شاء الله. يلا انا لازم امشي.
كلمتنيش، هتعمل ايه في الشقه يا استاذ علي؟ ده وضع مؤقت يا مهندس، اكيد هرجع اروح فين يعني؟ وضع مؤقت ازاي بس؟ هو لو وضع مؤقت كنت هتاخد كل الحاجات دي معاك. يعني هعمل ايه يا مجدي؟ هفضل كل يوم رايح من المهندسين على التجمع والتجمع المهندسين، تعبت يا اخي. طب اسمعني يا استاذ علي، انا اقصد يعني لو هتغيب عن الشقه او يعني هتقعد سنه ولا سنتين في المكتب اللي هناك، امرني انت بس وانا اجرها لك ايجار قانون جديد وبسعر جامد قوي، ما تقلقش. ربنا يسهل يا مجدي. هشوف عنك. عنك انت يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام تيسير. خير يا تيسير، في ايه؟ عايزك في موضوع مهم. اتفضل اتفضل. هاي انا انت براجع قضيه الصرافي، شفت حاجه مهمه جدا. ايه شفت ايه؟ عربية السواق اللي عمل بيها الحادثه عملت مخالفه في القاهره من حوالي اسبوع تقريبا. ازاي يعني بسبب السجن؟ وبعدين هي العربيه دي فين اساسا؟ اكيد محجوزه يعني. انا عملت شويه تحريات، عرفت ان النمر مزوره اصلا. اه بس يعني ما تنساش ان النمر دي هي اللي وصلتنا للسواق وعلاقته بالصرفي. مش قصدي كده، انا قصدي ان اللوح معمول منها كذا نسخه. فكرت في الموضوع يعني، حسيت اني ممكن اوصل لحاجه، خصوصا ان انا شاكك ان موضوع شيرين الله يرحمها ده الصرف اللي وراه. شوف انا برضو مش هقدر اربط بين موضوع نمره العربيه وجريمه قتل شيرين، بس كمل. انا رحت جراج تابع لشركه الصرافي، لقيت هناك عربيه نقل واخده نفس النمر بتاعت العربيه النقل اللي المحاسب قتل بيها. وده معناه ايه؟ معناه ان في حاجه غلط بتحصل. اه بس كده تبقى قضية تالتة يا تيسير. لا، عشان كل حاجة ليها علاقة ببعض. المهم أنا فضلت واقف جنب الجراج واستنيت السواق، اتكلمت معاه. مش تتخيل قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ السواق خايف على نفسه، حاسس انه ممكن يحصل له نفس اللي حصل للسواق اللي اتسجن. طبعا لما عرف يعني ان انا محامي قال لي انه عنده استعداد انه يتعاون، بس نضمن الحمايه الاول. طيب ما قالكش على حاجه ليها علاقه بقضيه الاستاذ ياسين؟ هنشوف. انا المفروض هقابله كمان ساعه تقريبا، هتيجي معايا؟ انا بقالي 20 سنه شغال في شركه الصرفي، ما انا ورجب اتفقني اتعيننا في يوم واحد، اصل هو اساسا كان معايا في الجيش واتعلمنا السواقه سوا. رجب ده اللي قتل المحاسب؟ ما كانش يقدر يقول لا يا باشا، لان الناس دي ايديها طايله ونفخه منهم تطير مليون زي وزي رجب، وانا عشان كده جيت اتكلم عشان الاقي حد يحميني. يحميك من ايه؟ من الاخر كده يا باشا، انا شاهد على الاتفاق اللي تم بين الصرفي والراجل اللي قتل الست المحاميه رحمها الله. طيب حلو قوي، انت هتيجي معانا بقى وتشهد قدام المحكمه وقدام النيابه باللي انت بتقوله ده. ما تقلقش، احنا انا عيلك حراسه. يا الظاهر كده بقى يا باشا، واضح ان انا جيت غلط وبتكلم غلط ومالوش لازمه اللي انا بقوله دوت. ليه بس؟ ما باشا انا عايز حد يحميني يا باشا، مش عايز حد يوديني في 60 داهيه. انا بص يا باشا، لا هتكلم ولا هروح نيابه ولا هشهد ولا هتنقل على عين اهلي. انا هقول لسعادتك علم فيها وسعادتك تكمل الباقي. يا جدع انت خايف من ايه؟ انا مش فاهم. انت لو رحت قلت الكلام ده بتثبت تطوع مع الصرف، وساعتها هيروح في 60 داهيه، بعد كده محدش هيكلمك بقى. محدش هيصدقني يا باشا، محدش هيصدقني يا اخوانا. كلمه مني على 100 كلمه من 100 شاهد زور. وبعدين كل اللي انا بقوله ده وشفته وعرفته مش هو مربط الفرس. امال ايه بقى هو مربط فرس؟ رسينا. اقول لك يا باشا، سامح الصرفي بيغسل اموال لناس تانية بيتاجروا في الممنوعات، والمحاسب اللي رجب خبطه عرف، فعشان كده كان لازم يموت.
طب وانت عرفت الكلام ده ازاي؟ بقول لسعادتك انا شغال عندهم سواق يا باشا، وبقالي سنتين ثلاثه بنقل بضاعه من القصير واوديها مخازن شركات تانيه. انا ما اعرفش البضاعه دي ايه، بس ساعه النقل يا باشا ما تعرفش ايه اللي بيحصل، نغير نمر عربيات عشان نتوه بس كده. يبقى ده شغل ايه يا باشا؟ اكيد ده شغل ممنوع. البضاعه دي يا باشا بعد ما تصرف من المخازن الصرفي ياخد ثمنها ويدخلها في اي شغلانه ثانيه عشان يتوه الموضوع، غسول يعني. طب وايه علاقه ده كله بقتل المحاميه؟ المحاميه دي يا باشا كانت شغاله معاهم، والظاهر اختلفوا كده، ولا الله اعلم حصل حاجه يعني. شوف يا باشا، لو عرفت تثبت ان الناس دي بتشتغل في الممنوع وان الصرفي بيغسل لهم الفلوس، انا اجي معاك في المحكمه واقف قصاد القاضي واشهد. ساعتها القاضي هيصدقني، وساعتها الراجل بتاعكم اللي لفقوا له التهمه هياخد براءه. طيب وانا اثبت حاجه زي كده ازاي؟ انا سعاده الباشا اعرف المخازن وممكن اوديك ليها، وبعدين بقالنا اسبوعين ثلاثه باشا بنودي بضائع لا حصر لها، ملهاش اول من اخر، يعني المره دي خبطه العمر بالنسبه للصرفي وشركاء. حلو قوي. بس انا لو بلغت البوليس وراحوا هناك ما لقوش حاجه، الصرف هيعرف ان احنا بننقر وراه، ساعتها الموضوع كله هيبوظ. لا بص بقى كده باشا، انا ماليش فيه، عايز تعرف مكان المخازن انا خدامك، بس نتفق. نتفق على ايه؟ شوفوا انتوا بقى كنتوا هتصرفوا كام على الراجل المحامي الكبير بتاعكوا عشان تطلعوه براءه، وادوني ربعه، هو ده اللي يحميني. من الاخر كده عايز كام يعني؟ 250,000 جنيه. ده تليفون يا باشا، وابقى كلمني لما تعوز. صباح على خير. الراجل ده لو كلامه طلع مظبوط تبقى القضية خلصت. فصدقت الكلام اللي بيقوله ده؟ ممكن يكون صح. بس خد بالك، احنا لو سمعنا كلامه ونفذنا اللي بيقوله وطلعت حركة من الصرفي، وساعتها هيعرف يثبت علينا ان احنا دفعنا رشوة للموظف عنده عشان يشهد زور. حركة ازاي؟ استاذ علي انا من. بقول لك انا اللي لقيت السواق. مش هو اللي لقاني. طب ما ممكن يكون بينصب عليه. ايوه، لا محامي صغير في السن وما عندوش خبره، قال لك اطلع منه بقى مصلحه، وتلاقيه بقى ولا شاف حاجه ولا شهد على حاجه. اسمع، سيبني بس الليله ده افكر، وان شاء الله بكره هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اسف يعني على التاخير، كان في ايدي قضيه كده يعني، ما كنتش عارف اخلع. علي غرقان في شغل المكتب، خلاص بقى الشغل كله فوق دماغه، والنهارده راح يفضي مكتبه التاني وهينقل كل الشغل هنا. امبارح كان بيمضي كشف الحوافز والمرتبات، وخلاص سيطر على كل حاجه. مش عارف هيعمل ايه في قضية سامح الصرفي، متهيألي ان هو ما بصش فيها حتى. ساعة ما راح زار ياسين بدوي عامل في السجن ما راحش زاره تاني. انا قعدت معاه وعرفت شوية تفاصيل عن القضية وحيثيات الدفاع اللي هيبني عليها موقفه. كلام ضعيف، ضعيف جدا، والقضية دي خسرانة الا بقى لو حصلت معجزة. انا بنيت يعني رأيي في الموضوع ده، بس مش هقدر اقوله لك الا بعد ما اقول لك اللي في قلبي. انا مش مبسوط، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه. احنا اتفقنا ان انا هيبقى لي وضع احسن في المكتب،
وده ما حصلش. وبعدين متهيألي أنا خدمتكوا كتير ودي أقل حاجة تقدموها لي. ولما أنا هبقى في وضع أحسن أكيد هعرف أخدمكوا أحسن. وقت إيه؟ الو. ايوه يا سامي، ايه الاخبار؟ ايوه يا محمود، انا عايزك تتصل بعلي وتدي له النمره. ما ينفعش يا سامي، دي مسؤوليه كبيره. يا عم ما تخافش، انا المسؤول، انا جات لي اوامر بكده. يا سامي ما ينفعش يا سامي. انت فاكر نفسك شغال في بودافون بجد ولا ايه؟ اعمل كده بسرعه. ماشي يا سامي. كده لما تتطربق تتطربق على الكل. يا سامي. مساء الخير يا استاذ علي. امال المدام فين؟ المدام في اوضتها فوق. ايوه. مساء الخير، ازي حضرتك يا استاذ علي؟ ايه الاخبار، عامل ايه؟ حضرتك مش فاكرني ولا ايه؟ يا مين معايا؟ انا محمود من فودافون. حضرتك كنت خدت رقمي وكلمتني قبل كده. انت محمود محمود صاحب سامي؟ بالظبط، صاحب سامي. انا اسف اني اتاخرت على حضرتك في الرد. حضرتك كنت قلت لي ان في حد بيكلمك من نمره انون وبيضايقك، وكنت عايزنا اجيب لك النمره دي، صح؟ مظبوط. ايوه معلش، التاخير كان من عندي، بس انا كنت بحاول اوصل للنمره. الموضوع كان صعب جدا، بس الحمد لله قدرت اوصل لها. وزي ما حضرتك عارف طبعا دي مسؤوليه كبيره جدا عليا. رقم ايه حضرتك؟ الرقم اللي بيكلمني؟ بالظبط يا استاذ علي، وما تقلقش مفيش حد اتصنت على اي مكالمات. انا قلت لك قبل كده ان لازم اذن نيابه، بس عشان خاطر سامي ما عملتش كده. معنى كده ان سعادتك عرفت صاحب الرقم ده مين؟ مش للدرجات يا استاذ علي، صعب جدا. النمرة ممكن تكون مش مسجلة باسم اي حد، يعني مجهولة خالص. طيب مش مشكلة، اديني رقم. بص يا استاذ علي، انا هديلك الرقم وانت بقى شوف انسب حاجة ممكن تعملها معايا. لو كان لسه بيضايقك يعني تكتب الرقم حضرتك. 011 44 599 108. هقوله لحضرتك مره كمان. 011 44 599 108. تمام كده يا استاذ علي؟ طيب معلش، ممكن ااكد معاك الرقم؟ اتفضل يا استاذ علي. الرقم هو 011. تمام. 44 بالظبط. 59. ايوه. 108 بالظبط كده. اشكرك. العفو يا استاذ علي، انت تؤمر. بس سلمني على سامي بقى. حاضر، سلم لك عليه. مع السلامة. Thank you.
بس عشان نتفق انا عايز اقول لك على حاجه. ان ياسين بدوي يتنازل عن المحضر اللي مقدمه للصرفي، ومقابل ده الولد اللي قتل شيرين هيغير اقواله. وطالما انت عايز تعرف انا مين، انا ما يردنيش ان اتعبك اكتر من كده. عايز توصلي علي وماله؟ انت دلوقتي قدام عينيك كل اللي انت محتاجه عشان تعرف انا مين. علي شغل عقلك وركز، حاول تشوف اللي قدام عينيك ومعاك. انت يمكن يعني محتاج تتعب شويه صغيرين كمان، بس اوعى تكسل، كمل كمل طالما هو ده اللي انت عايزه. وكمان من عندي انا هساعدك. ازاي؟ قدامك 12 ساعه، يا توصلي يا تقول الرحمن الرحيم على ياسين بدوي. في ايه يا علي؟ انا عايزك تسمعيني وتركزي كويس قوي. انا خلاص اتاكدت ان عزه ورا كل المصايب اللي بتحصل. انت دلوقتي حالا هتنزلي على الاسم وهتعملي بلاغه تقولي فيه انها حاولت تخطفك. هتلبسي وتنزلي حالا، مفيش وقت. وانت مش هتيجي معايا؟ لا، انا هكلم واحد ظابط صاحبي هيستناكي في مصر الجديده وهيروح معاكي. انا هروح مكان تاني لان في حد تاني برضه انا شاك انه له علاقه باللي بيحصل. انا مش فاهم حاجه، ايه اللي حصل؟ الراجل اللي بيكلمني في التليفون قال لي ان انا لو ما وصلتلوش النهارده هيقتل الاستاذ ياسين في السجن. ايه؟ هو ده اللي حصل. طب لازم ننقله سجن تاني او حتى يحط له حراس؟ احاول اعمل كده، بس لازم اتحرك دلوقتي حالا. علي لو بابي جرى له حاجه انا مش هسامح. ولا انا هسامح نفسي. من الاخر كده يا باشا، انا شاهد على الاتفاق اللي تم بين الصرفي والراجل اللي قتل الست المحاميه رحمها الله. لو عرفت تثبت ان الناس دي بتشتغل في الممنوع وان الصرفي بيغسل لهم الفلوس، انا اجي معاك في المحكمه واقف قصاد القاضي واشهد. ده تليفون يا باشا، وبكلمني لما تعوز. قدامك 12 ساعه، يا توصلي يا تقول الرحمن الرحيم على ياسين بدوي. مئة ألف جنيه. إيه؟ إحنا ما اتفقناش على كده يا باشا. ومش هتستلمهم غير لما أتأكد من كل كلمة أنت قلتها، وبعد ما الأستاذ ياخد براءة كمان، لأن هو اللي هيدفع الفلوس دي، أنا معيش فلوس. لو يلزموك ماشي، ما يلزموكش معطلكش. فول يا ريس. معاك حاجه؟ لا انا حبايت العربيه بس. ماشي يا ابو اتفضل.
رجالة. صباح الفل. صباح على فل. بص يا استاذ علي، انا هاخدك معايا في صندوق العربية. هخش انا المخزن وراح فاتح لك صندوق العربية وخارج. هم بيقفلوا ورايا الباب. هتبقى انت براحتك جوه. دور على اللي انا قلت لك عليه، في صناديق حديد، في الغالب الصناديق دي بتبقى متغطية. تمام واتطمنت وانت خارج في اوضه على ايدك اليمين. الاوضه ديت الشباك اللي فيها ما فيهوش قضبان حديد، تقدر تنط منه في امان الامان. تنط من الشباك دوت محدش هيشوفك، تبقى في بيتكم. الو علي، لسه خارج من المخزن دلوقتي. تمام، بلغ. الو، ايوه يا اشرف بيه، ازي حضرتك؟ انا كنت عايز من سعادتك خدمه. هما في حاجه خدمتين، معلش انا بتقل عليك. كنت عايز ميعاد بكره الصبح من النائب العام شخصيا، في معلومات مهمه قوي لازم اقولها. المعلومات دي هتقلب قضيه ياسين بدوي. معلش يا اشرف بيه، المعلومات دي لازم تكون عنده بكره الصبح بالكتير. طيب كويس قوي. ثانيا بقى، وده الاهم، ياسين بدوي لازم يتنقل من الزنزانه بتاعته باي شكل، او يتحط عليه حراسه مشدده. انا في معلومات عندي اكيد ان هو معرض للقتل في اي لحظه من دلوقتي. متشكر قوي يا فندم، واسف على الازعاج مره ثانيه. متشكر قوي، مع السلامه. يا دوك علي راح المخزن النهارده. يعني ايه؟ يعني انت لو ما قتلتوش هتتقتلوا انتوا الاثنين. اطمن يا دكتور، كل حاجه تبقى تمام. ايوه يا اسراء. ايوه استاذ علي، هو ليه حضرتك ما جيتش المكتب النهارده؟ معلش يا اسراء، مش فاضي دلوقتي. معلش بس يا استاذ علي، في ورق كتير عندي محتاج امضى من حضرتك. معلش خليه بعدين، مع السلامه. لا لا يا استاذ علي، ما ينفعش خالص، ده في حاجات لازم نبعتها بكره، واذونات صرف وشيكات ورق مستعجل لازم تقراه ضروري، وكل ده لازم يخلص النهارده ضروري جدا. لازم النهارده يعني؟ ايوه، ما ينفعش يستنى خالص يا استاذ علي. حاول يا استاذ علي، حاول حاول. طيب يا اسراء، انا في 6 اكتوبر ناحيه المنطقه الصناعيه كده، في كافيه هناك اسمه ريفييرا، ممكن اقابلك هناك. اوكي، لما تقربي كلميني بس وانا اقول لك هو فين بالظبط. يلا، مسافة السكة يا استاذ علي، مع السلامة. ايه دينا، عملتي ايه؟ ايه علي، انا رحت للضابط ورحنا لعزة زي ما قلت لي. وبعدين؟ مش عارفه اعمل ايه يا علي، اقول اتصرف ازاي دلوقتي. انا مش عارفه اعمل ايه، رد عليا. طب اهدي اهدي يا دينا، مفيش وقت.
انا عايزك دلوقتي حالا تروحي تاخدي حبيبه وتروحي على اوتيل اسمه تريام في خليفه المامون. انا هروح مشوار كده واجي لك على طول. مشوار ايه يا علي؟ مش وقته يا دينا، مش وقته. خد بالك من نفسك. ما تقلقيش. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله، مع السلامه. لا ما جرش حاجه. خير؟ بص حضرتك، ده الشيك بتاع المستشار مصطفى، لازم يتصرف قبل 9 الصبح. ماشي. وده جواب جه لحضرتك النهارده. من مين؟ لا مش عارفه، مش مكتوب عليه اي بيانات للمرسل. طيب ايه تاني؟ بص حضرتك، دي شهادة بمفردات المرتب كان الأستاذ سالم بتاع الحسابات عايزها عشان عايز يشتري أجهزة كهربائية بالقسط وطالبينها منه. ماشي ماشي. ومكتوب هنا دون أدنى مسؤولية عن المكتب. بص يا أستاذ علي، ده توكيل بتاع الأستاذ عوني محمد عبد السلام، ولازم تمضيه علشان بكرة الجلسة بتاعت المحكمة. حاضر. أنا آسفة يا أستاذ علي، يعني حضرتك شكلك تعبان جدا. معلش اليوم كان طويل وكان فيه مشاكل كتير. أنت عايزة حاجة تانية؟ لا شكرا يا أستاذ علي، إن شاء الله ربنا هيساعدك وتحل كل مشاكلك. شكرا. ميرسي يا أستاذ علي. لا سمحت، حساب. شكرا. بس لو كنت لفيت كنت هشوفك وعارف انت مين. لو ده حصل هتعرف انا كنت بحاول امنعك ليه. عايزك تحس بجزء بسيط من نتائج افعالك. بتحرك بالحزن يا علي. وانت شيطان ها؟ ممكن. بتسمع بقى كلامي ليه؟ ورحمه ابويا، لو طلعت انت اللي عملت كده انا هعيش عمري بس عشان افكر ازاي ادمرك. مش يمكن يا علي تكون دمرتني فعلا، بس مش